يا اهلا وسهلا بيكم. الفيديو ده مهم جدا لان الفيديو ده هنتكلم فيه على طعام طبيعي 100%، طعام موجود عندك في البيت. الطعام دوت يجب عليك ان انت تقدمه للطائر بالذات في موسم التزاوج وكمان عند وضع الانثى للبيض. الطعام دوت بيعمل ايه؟ الطعام دوت منشط جنسي ومحفز على عمليه التزاوج، وكمان بيحفز الذكر وبيقوي الذكر جنسيا عشان يتم تلقيح جميع البيض بنسبه 100%، وده بالشكل ده نتفادى مشكله البيض غير المخصب. طيب تعالوا كده بسرعة كده نشوف بعض الطعام ده هوت عشان ما نطولش عليكم. أول طعام مفيد جدا، خلي بالك معايا مفيد جدا، الطعام دوت هو الحلبة. الحلبة 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 ايه بقى؟ الحلبة المستنبتة. الحلبة المستنبتة. طيب طريقة عمل الحلبة المستنبتة ايه؟ طيب معروف جدا طريقة عمل الحلبة المستنبتة. هنجيب الحلبة ونحاول ان احنا يعني نسيبها في الماء مدة مثلا تزيد مثلا عن 24 ساعة، وبعد كده بنطلع الحلبة وبنصفيها من الماء بعد ما تكون الحباية شربت الماء كويس وانتفخت، وبعد كده بنفرد الحلبة على قطعة قماش وبنغطيها بقماشة بحيث ان هي يحصل عملية الاستنبات بسرعة، وفي خلال يوم يومين بنلاحظ ان الحلبة نفسها نبتت، الحلبة بدأت تنبت وتطلع النباتة زي ما احنا شايفين كده في الصورة. وطبعا هنا بقى الحلبة دي بتكون قوية جدا، يعني الحلبة دي قوية جدا، ولذلك خلي بالك احذر ان انت تضع الحلبة المستنبتة لما يكون يعني لما يكون القص عندك او العصافير عندك تحتهم فروخ، لان كده لان الحلبة دي بتعمل عملية تهيج للذكر لعملية التزاوج، فبالشكل ده ممكن الذكر يضرب الانثى ويحصل قتال، وممكن الانثى طبعا يعني ايه تسيب كمان البيض لو هي كانت طبعا راقدة على البيض، فممكن تترك البيض لان طبعا الذكر عمال يضرب فيها فتهجر العش. فما تحطش الحلبة المستنبتة اثناء رقاد الأنثى على البيض أو إذا كان هناك في تفريخ. طيب تعالوا نشوف كمان يا جماعة من الأشياء المهمة جدا، القمح. القمح ده مفيد جدا جدا في عملية رفع الخصوبة عند الذكر، وكمان بيزود عملية التبويض، وكمان بيرفع مناعة الطيور. فالغلة القمح، أو إحنا بنقول عليه في مصر الغلة، هتروح عند العطار وتشتري منه القمح، وبعدين ممكن تعمله برضك مستنبت أو تعمله تغليه في المية وتخليه يعني طري ولين بحيث إن الطيور تستطيع إن هي تاكله. تغلي القمح في المية، وبعد ما المية تبرد كده تبدأ تقدمه. خلي بالكوا في معلومة مهمة جدا، لو انت بتحط الغلة او القمح اللي هو اللين، لو انت بتحطه للطيور اثناء، طبعا ما ينفعش انت تحطه اثناء الرقاد، ما ينفعش تحطه اثناء الرقاد، خلي بالك معايا معلومة مهمة جدا، ما ينفعش تحط اي طعام لين اثناء الرقاد. ليه بقى؟ لان هذا الطعام اللين هيؤدي الى تلويث البيض، دي حاجة. اول حاجة لان الاكل اللين ده بيخلي البراز لين وسهل، فممكن الانثى ممكن يعني ايه يحصل تلويث للبراز، دي حاجه للبيض. الحاجه الثانيه كمان يا جماعه انه كمان بيشجع الذكر على العمليه الجنسيه، فبالشكل ده هي ايه الانثى ممكن يعني يحصل بينها وبين الذكر زي ما قلنا صداقه. طيب خلي بالك بقى معايا، يبقى عندنا القمح اللين ده هوت اللي احنا هنغليه ونخليه يبقى لين خالص. خلي بالكم معايا ان الاكل اللين ده لما احنا بنقدمه كمان للطيور في اثناء لما يكون عندهم تحتهم فروخ، الاكل اللين ده خطير جدا لو انت سبته في الاكاله لمده تزيد على ساعتين، لان هذا الاكل اللين بيبدا يتعفن وبيبدا يطلع فطريات، وده سبب ايضا من الاسباب التي تؤدي الى موت الفروخ. خلي بالك، عشان كده بقول لك تابع الفيديو للاخر واصبر معايا عشان يعني اقل معلومه، المعلومة دي يعني فيها يعني انقاذك من مخاطر خطيرة جدا ويعني خسائر رهيبة لانك ما كنتش تعرف المعلومة دي. خلي بالك من الاشياء المهمة جدا والمحفزة جدا على عملية التزاوج واللي بتزود نسبة الخصوبة عند الذكر، البرسيم. يعني مش متخيل معايا البرسيم. البرسيم متوفر جدا، ممكن تشتري البرسيم وتضعه للعصافير ايا كان نوعها، استرالي، كوكتيل، ايا كان، بغبغاوات. البرسيم يعني محفز جنسي قوي جدا جدا جدا، يعني ما تتخيلش. ولذلك ايضا بقول لك خلي بالك ما تحطش البرسيم اثناء البيض واثناء لما يكون في فروخ، ما تحطش البرسيم. ايضا يا جماعه من المحفزات القويه جدا قوي جدا الفجل. الفجل والجرجير، عندنا الفجل زائد الجرجير. يعني طبعا الجرجير طبعا معروف جدا انه هو منشط جنسي قوي جدا. طيب واحد بيسال سؤال وبيقول لا انا بضع الاكل اللين وبضع الجرجير وبضع الفجل وبضع البرسيم، بس الطيور لا تريد ان تقبل على هذا الطعام، ماذا افعل؟ هنا بقى تبقى في مشكله ان حضرتك انت طريقه وضعك للطعام اللين غلط، خطا.
يجب عليك قبل وضع الطعام اللين ان انت تجوع الطيور. يعني ايه؟ يعني ترفع الاكل اللي هو الحبوب، ترفع الحبوب، وبعد ما ترفع الحبوب باربع ساعات يعني هيكون الطائر جاع، يكون الطائر يعني عايز ياكل. فانت لما تحط الاكل اللين اللي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الطائر جعان، فبالشكل ده وزاد في الشتاء. خلي بالكم يا جماعه ان الطائر في الشتاء بياكل كتير، بياكل كتير بسبب ايه؟ بسبب انخفاض درجه الحراره، فهو عايز يرفع درجه حراره جسمه فبيبدا ياكل بشراسه. فانت لو جوعت الطيور اربع ساعات فطبعا بالطبيعي ان انت لو وضعت اي اكل، اي اكل الطائر هيقبل عليه بشراسه. فجوع الطائر، وبعد التجويع يعني من مده 3 ساعات 4 ساعات بعد ما تضع الاكل اللي هو اللين، بعد كده قم برفع الاكل اللين بعد ساعتين كحد اقصى. طبعا يا جماعه الغله اللينه واللي هو الحلبه والحاجات دي كلها ما ينفعش ان انت تسيب الغله او الاكل اللي هو اللين البيض ايا كان الاكل اللين، ما ينفعش تسيب الاكل اللين خارج التلاجة. يعني انت لو انت سايب الاكل يعني مثلا عملت اعمل على قدك، يعني اعمل على قد الطيور. لو انت سبت كميه بره التلاجة وسايبها بره خارج التلاجة، فطبعا بالشكل ده الغله هتبدا ايه؟ تتعفن خارج التلاجة. لازم تدخلها التلاجة او الفريزر وتعمل على قد يعني الطيور، على قد الطيور وحجم الطيور اللي عندك. هتعمل مثلا 8 كيلو ربع كيلو على ايه؟ على مقدار وعدد الطيور الموجوده عندك. احنا عندنا ايضا يا جماعه من الاشياء المهمه جدا الكرفس. الكرفس زي ما احنا كل حاجه بنوريها لك بالايه؟ بالصوره عشان يعني تعرف شكل الكرفس، لان طبعا ايه التسميات بتختلف من بلد لبلد تانية. عندنا ايضا يا جماعه البقدونس. البقدونس ده ايضا جميل جدا جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، حاول انت تنوع، يعني حط للطيور كل حاجه، يعني ايه؟ حط للطيور كل شيء. انا بخص بالذات في موسم التزاوج، يعني انا لما بقول لحضرتك حط الحلبه والغله اللي هي اللينه، وحط يعني حط البرسيم، وحط الجرجير والفجل والسمسم وكل الاشياء دي كلها. يعني السمسم ايضا مهم جدا، والفواكه والفلفل، يعني الفلفل ايضا مهم جدا. كل الحاجات دي كلها بتحطها بالذات في وقت وضع البيض، تحط الحاجات دي كمان بالذات يعني تحطها في موسم التزاوج. الحاجات دي مش بس بترفع الخصوبة عند الذكر، الحاجات دي كمان بتزود يعني خصوبة الذكر وبترفع مناعة الطيور، بترفعها بشكل كبير جدا، والطيور بتبقى يعني خدت جميع أنواع العناصر الغذائية. كمان ما ننساش الزنجبيل. الزنجبيل يا جماعة مهم جدا وبيرفع خصوبة الذكر ومنشط جنسي قوي طبيعي 100%. شفت حضرتك انا قلت لك النهارده حاجات كتير قوي. طيب الزنجبيل ده ممكن نجيب الزنجبيل الاخضر. ممكن نجيب الزنجبيل الاخضر. ممكن نجيب الزنجبيل اللي هو البودره اللي هي الجافه. هنحطه ازاي؟ نحطه في الميه؟ انا بقول لحضرتك الافضل بلاش في الميه، عشان الطيور لما تلاقي الميه متغيره بتبدا الطيور ما تشربش ميه ولا تشبع، فبالتالي هتقلل في الاكل، فبالتالي ده هيعود عليك بخساره. امال نحط الزنجبيل فين؟ نحط الزنجبيل يا جماعه في الاكل. نجيب البودره الجافه دي ونحط يعني ايه زي رشه الفلفل كده، رشه بسيطه كده على الحبوب. وبالتالي الطائر لما يجي ياكل الحبايه هيجي يعني هيحصل ان ايه الحبايه هتكون الحبايه هيكون عليها زنجبيل، فبالتالي الطائر هيستفيد من الزنجبيل دوت. وده يتحط مره واحده بس فقط في الاسبوع، وتتحط كمية بسيطة جدا، مش يعني رشة فقط بسيطة جدا، ومرة واحدة فقط في الأسبوع، وبالذات في الأيام شديدة البرد، لأن الزنجبيل بيعمل على رفع درجة حرارة الجسم. وبكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ياريت ما تنساش تعمل إعجاب وتعمل اشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.